اذا ما سويت العمليه خلال 48 ساعه انا اخلي مسؤوليتي منك وما ما تشوف شر ما تشوف شر يا الغالي. عن العافيه يبا ما ياكل العافيه عين ما صلت على النبي يا يبا هذا كل العافيه ان شاء الله قاضين عليه عين ما صلت على النبي عين ما صلت. واحد يسقط بالمدرسه قالوا عين ما صلت واحد, واحد دعم سياره عين ما صلت عليه تتهاوش مع ريلها قالوا عين ما صلت اي عين شو الحكي هذا الحكي الرب عليك شغل فيه هذا يا اهل يفهم بالحكي هذا شنو عين ما عينت علمه علمه يبا يضرب عليك على نفسك يضرب عليك على صحتك انت تكون يكون احسن منا ايه قول يبا خلنا نكمل كلامي تفضل انت ريال كبرت هم جاب لها الشركه 24 ساعه يبا من شباب من مثل قبل الحين اي شيء ياثر عليك الزبده ايش تبي تقول انا اقول ضرب بالك على نفسك خلي البيزات عندي وانا حاضر ها انت تبي تتصرف بالبيزات يعني انا امسك الشركه لا تحاتيف عليك يبا خوش هاي الغهرة انا ما فيني شيء انا اصحى منك ومن الدكاتره اللي قاعدين يقولون لكم هالحكي تخاف انتوا تقولوا له هالحكي لا يبا لا بلا بلا شكون متفقين معك لا يبا لا هو فواز ما يقصد يقصد يبا ان احنا عيالك سندك ايش حق عيبنا مو احنا المفروض هذا وقتنا حاضر احنا نوقف وياك بهالوقت انا ما فيني الا العافيه غير الحكي ما اعرف يلا حياكم الله اخذكم وينها مشاعل مشاعل يبا شنو كان عندها شو اسمه جامعة جامعة قالت هي عندها ما خلصت سيمينار 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 ما تدرون عند اختكم هاي الوحيدة الله الله فيها قول حق العود قول حق العود ولا عن اذنكم شباب يلا لازم ندخل عناية المركز الحين ماكو اي كلام زين جاهز يا ابو فواز جاهز نيرس يقول عناية المركزة هم عين ما صلت على النبي ما تشوف شر ما تشوف شر ما تشوف شر يا الغالي ما تشوف شر يا الحبيب ولو ان الدكتور شكله شكل سياف بس الله يعينك وش تسوي كلهم كل الجراحين كذي الله الله بخدكم مشاعل فواز فواز ويز قاعد اكلمك انا عاد رد علي شلالي هذيتني ايش تبي ابوك طايح فوق بالغرفه وانت نازل مستعجل تبي تمشي ايش في ابوك ما في شيء اصحى مني ومنك من الدكتور قاعد اعالجه هاي رجاء عاد لا تقعد تفلسف ما له شغل الدكتور لا تجيب طالي الدكتور يلا عاد سكر حاجك لا جيتني دراك انت ايش دراك ابوي صاحي واصحى مني ومنك ادري ادري ما تسمع قاعد يقول 51% و66% ما فيني شيء صاحي ما فيني شيء شراييني اصحى مني ومنك ما تسمع انت يا الله اني اشوف بعيونك شر شري انت ترى لا لا انت اللي مقصر عاد الحين تحب الفلوس لا لا انت ما تحب الفلوس صح منو ما يحب الفلوس فينا انا ولا انت ابوك بكبره يحب الفلوس ترى سالفه وراثه